طيب المزيد هنا بقى من أخبار الأهلي على كافة الأصعدة والفرق، خلينا نروح لمراسلنا فاروق صلاح من مقر النادي الجزيرة وتحديدا في ملعب التتش، هو معاه كابتن أيمن أشرف وابنه، خلينا كده نتابع هذا الحوار. كل التحية ليك يا نهواند، كل التحية ليك يا كريم، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل ملعب مختار التتش وقبل انطلاق مران النادي الأهلي استعدادا لمواجهة الترسانة في دور 16 لكأس مصر. يسعدني أن يكون مع أحد أبناء النادي الأهلي، واحد من اللعيبة الرجالة، كابتن أيمن أشرف. خلينا نرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي والبرنامج 10 الصبح في النادي الأهلي مع كريم كوجوك ونهواند سري. رحب بيك وبفارس ومشرفنا ومنورنا على قناة النادي الأهلي. بنورك طبعا، برحب بمشاهدين قناه النادي الاهلي وبرحب بكم يعني في النادي الاهلي. كابتن ايمن، شايف النهارده في حرص جايب معاك فارس وموجود في ملعب مختار التتش، جايز فارس ان شاء الله يكون خليفه للكابتن ايمن اشرف في النادي الاهلي، وده امتداد الاجيال في النادي الاهلي. يا رب يا مسهل، هو يعني الحمد لله عنده الموهبه، لسه البدايه بتاعته بدايه كويسه يعني مبشره، لكن هو بيحب الكوره وبيحب يكون موجود في النادي ويلعب يعني كوره وكده، يعني وبيحب يلعب في الحضانه وكده كوره، فالحمد لله يعني ان شاء الله يكون لاعب كوره يعني في النادي الاهلي. كابتن ايمن، عايز اختم معاك وبارك لك على الفوز بدرع الدوري، وايمن اشرف واحد من اللعيبه اللي عمره في يوم من الايام عمل مشكله، واحد من اللعيبه اللي جماهير النادي الاهلي عارفه قيمه ايمن اشرف، العب باك شمال ما بيقولش لا، العب مساك ما بيقولش لا، واحد من اللعيبه لازم تاخد حقها. الحمد لله بفضل الله يعني الواحد ما بيعملش مشاكل في النادي الاهلي من ساعه ما جه، وانا يعني ابني من ابناء النادي الاهلي ومتربي في النادي الاهلي من ساعه ما طلعت حتى فريق اول، عمري ما عملت مشكله، بلعب باك ليفت، بلعب مساك، بلعب وبادي دوري على اكمل وجه الحمد لله، وان شاء الله الفتره اللي جايه تكون خير علينا كلنا ونقدر نعمل حاجه في افريقيا باذن الله. شكرا كابتن ايمن وبالتوفيق ان شاء الله. ربنا يكرمك حبيبي. شكرا. من جديد ارجع ليك يا كريم، ارجع ليك يا نهواند ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ده كان لقائنا مع الكابتن ايمن اشرف، زي ما قلنا واحد من اللعيبه الرجاله، واحد من ابناء قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وده من قطاع الناشئين في النادي الاهلي هو مصدر الامداد الاول للفريق الاول بالنادي الاهلي. لو هنتكلم بقى ونحط الجماهير اكتر في الصوره في مران النادي الاهلي اليوم، سريعا النادي الاهلي خلاص قفل صفحه بطوله الدوري ولقاء الامس، وبدأ خلاص التجهيز لكأس مصر ومواجهة فريق الترسانة في دور 16. نقدر نقول قبل انطلاق المران في محاضرة فيديو دلوقتي بمستر ريني فايلر مع لاعبي النادي الأهلي، عامل محاضرة فيديو لشرح بعض الإيجابيات والسلبيات اللي كانت موجودة في لقاء الأمس، وأيضا اتفرج على بعض المباريات لفريق الترسانة علشان يقف على أهم الإيجابيات وأهم العناصر ومفاتيح اللعب في نادي الترسانة، واحد من الفرق اللي لها اسم كبير ولها باع طويل في كرة القدم المصرية، ويعني مع اختلاف أن فريق الترسانة موجود في دوري الممتاز بي والنادي الأهلي طبعا بطل الدوري المصري، ولكن دايما وأبدا لقاءات الأهلي والترسانة بتبقى لقاءات ليها شعبية وليها جماهيرية، واحدة من أهم اللقاءات. مستر ريني فايلر عامل محاضرة فنية للاعبين بيتكلم على هذا اللقاء ويتكلم على لقاء الأمس ويقف على الإيجابيات والسلبيات، ونقدر نقول إن اللعيبة خلاص يعني مركزة في بطولة كأس مصر، بطولة غايبة عن النادي الأهلي بقى لها 3 سنوات، اللاعبين تعهدوا على ضرورة إحراز البطولة. مستر ريني فايلر أيضا طموحاته وأماله إن هو يحقق كأس مصر، لكن أنا النقطة المهمة جدا برضو يا نهواند ويا كريم اللي عايز أتكلم فيها هي حالة الفصل اللي ما بين عند اللاعبين، سواء الكباتن اللي في اوضه اللبس او الكابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سامي مصان ودورهم المهم دلوقتي في عمليه فصل اللاعبين، وان هم بعدين اللعيبه تماما عن ما يدور من رحيل او بقاء مستر ريني فايلر. الجميع مركز في المباريات، الجميع بيركز على ضروره واهميه المرحله القادمه، ودي المهمه الكبرى اللي بيقوم بيها الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي مصان في دورهم مع اللاعبين، وايضا محمد الشناوي ووليد سليمان مع اللاعبين. عايز اطمنك ايضا على رامي ربيعه، يعني كان ليا حديث مع الدكتور خالد محمود علشان نعرف حاله رامي ربيعه، قال لي ان رامي ربيعه عمل اشعه رنين بالامس، ولكن هيتم عمل اشعه اخرى بعد 48 ساعه لتحديد الفتره اللي هتبقى الكافيه او فتره اصابه مده غياب رامي ربيعه، لكن هو قال لي يعني نقدر نقول هي الاصابه زي ما حضراتكم عارفين ان هي اصابه عضليه في العضله الخلفيه، لكن هيتم تحديد مده الغياب بعد 48 ساعه لما تعمل اشعه بعد 48 ساعه، لان في بعض الفحوصات لازم تتعمل. ايضا نطمن على محمد محمود اللي موجود بيشارك في المران النهارده وشارك في المران في التدريبات الاخيره، محمد محمود اصبح جاهز تماما للمشاركه في الفتره القادمه.
النادي الاهلي الفتره القادمه والمباراه مباراه الترسانه هيواجه مجموعه من الغيابات، غياب عمرو السوليه للانذار الثالث، ايمن اشرف ايضا هيغيب عن اللقاء للانذار الثالث، ورامي ربيعه هيغيب عن الفريق للاصابه. انا معاك يا كريم، معاك يا نهواند، لو في اي استفسار او اي تساؤل من هنا من داخل ملعب مختار تتش. لا بصراحة يا فاروق احنا اللي بنشكرك جدا على يعني التغطية دي وعلى اللقاء الجميل مع كابتن ايمن اشرف، يعني حاجة جميلة برضو ان الجمهور كده يشوفوا هذا اللقاء، وحلو كمان ان اللعيبة بتوعنا دي مش اول مرة تحصل بيكون معاهم ابنائهم، يعني كتير جدا بيرافقوهم للتدريبات بتاعتهم، في حاجة جميلة. احنا بنشكرك جدا على هذه التغطية الوافية، زميلنا العزيز جدا فاروق صلاح، شكرا ليك.